من ليالي الأبطال في بطولة إكر رقم 27. كرة عالية خوسينو عميل مميزين قوي كامافينجا، كرات العرضية لوكاس فاسكيز رأس سجل كذلك ركلة ترجية لينجهام أمامنا هنا. يعني ممكن تبدأ في مشوارك في دوري الأبطال أمام ريال مدريد ليس بالموند. رودريجو أمام الحصار مرة ثانية هنا، رودريجو إلى مستمر مع نادي ريال مدريد منذ 2000 قوية. ديفيد ألابا جاب هدف في ألميريا في الدوري الموسم الماضي، معتاد يلف الكرة على اتجاه القائم البعيد وبر، لكن لسه الهجمة قائمة. أدي انطلاقة جوسنس خطير سجل الريال وسط هذا الضغط، كرة تتصلح تسديدة لكن رودريجو العبء كبير، محاولة لعبه في الشامبيونز ليج واللي كان منهم البارسا في الموسم الماضي. على طول استلام بيلينغهام رأسية واحدة بقى من مودريتش في حلول للوصول رونية. هذا النجم طبعا الضم قادما من دول بيلينغهام يملك الحلول، بيلينغهام مقفول عليه، 7 ركنيات بلا استغلال، مودريتش على القائم الأول منطقة 6 يردات وتسديدة خطرة جدا. حارس الاحتياطي كاسبر شمايكل ودي فرصة، كرة جميلة من لوكاس فاسكيز وأجمل هيبقى هنا استلام رودريجو، كرة هدف أوبينج حط جسمه حلو قوي، ودي التسديد بتلاغم رودريجو يلعب العرضية خوسيلو اللي هي مرمى رونو. بص رونو إيده إلى مودريتش، ضغط متواصل مودريتش راع ولسه الكرة العالية روديجر، لكن في فاول في الجزاء. التسديدة ترتطم في الدفاع تصل في 3 نقاط، فالفيردي يحط صاروخ أمام كل ده. جود بيلينغهام 1 ريال مدريد.